الأشكال يعني هي بالنسبة لي أنا طريقة تدريب جدا ممتعة، فيها تحدي وفيها عنصر ذهني مثل ما فيها عنصر بدني. تحتاج تركيز، تحتاج قوة، تحتاج سرعة. كلاعب رفع أثقال نتمرن 5 إلى 6 مرات في الأسبوع. كل يوم الواحد ينافس نفسه. طبعاً الواحد يزعل شهر ويستأنس يوم يعني. كمال الصم فحصل لي يمكن تقريباً 19 تقريباً يعني 10 أشهر أو 11 شهر. بداية في السن المبكر تزيد كثافة العظام، تقوي البنية للأساء. كل الأبطال الأولمبيين هم بدأوا من سن 7 إلى 9 سنوات تقريبا. البطولة الجاية إن شاء الله إحنا الحين قاعد نستعد لها، راح إن شاء الله نقدم مستوى جيد لأن كامل الفريق إن شاء الله مستعد.